ابوك الفيلم البطل يا عيال. اعطيه تقييم 10 من 10. يا شيخ طير والله انك بالغت، انا اعطيه 7 من 10 ويخب عليه بعد. هي فقي ليش تبكي؟ عشان المسلسل. اي مسلسل يا سبك؟ بعدين سلفتك، اذا شفت فيلم كوميدي تبكي واذا شفت فيلم حزين تضحك. يا عيال امنيه حياتي اني امثل حتى لو كومبارس. ان شاء الله انا راح اصير نجم شباك وانا امشي على زل الاحمر. ام عاد زل الاحمر تحدك مشروع صباب بعروس. جلدك. اسمع شكش، ورا ما تكلم خالك الممثل طلعت، تخليه يتوسط لنا الممثل. والله يا ليت، لكن هو بطل تمثيل على حس المنتجين. هذا وقته، خلنا نتعشى يا عيال. يلا. عماير وخسرتنا، مقاولات وخسرتنا، فتحت لك حلاق ويومين بس الا قاطع نزل زبون. انا يوم جيت الشرطه حاطين اللي نزلوا بلا كيس. هلو ما يصير. لا 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 لا، انا ما عندي الا حلين، اما تنقل كفالتك ولا خروج نهائي. فهمت ولا لا؟ ابوس ايدك، اديني فرصه اخيره وبجد مش هتندم المره دي. انا النهارده هعرفك على ولد تتمنى ان ولادك يطلعوا نصه. يا سلام، عبقريه فذه، دماغه دي عباره عن كالكوليتر، مش ممكن حسابات ومكاسب فقط. الولد دوت بجد هيكسبك مكاسب هائله، مش كده وبس، هيخليك مشهور اشهر من اي حد مشهور في حياتك. شهره وش بيخليني يعني راس حربه بالهلال؟ تفضل. صباح الفل والياسمين على نجوم المجتمع المنورين. يا هلا. اهلا اهلا استاذ مدحت. ازيك يا محمود؟ عبد الله السلام، الله يخليك. مدحت اللي لسه كنت بحكي لك عنه، انت جيت على السيره يا مدحت. بجد مدحت شخصيه عبقريه فازه. اخلص علينا، اعطني دراسه جدول المشروع. تفضل حضرتك. وش هذا؟ هذا قصه ولا كتاب قراءه؟ ده نص الفيلم سينمائي، كاتبه كاتب كبير. كل اللي محتاجينه ليه منتج محترم يعمل له دعايه، اعلانات، طرق، الكباري، كل السينمات الخليجيه والعالميه. خد المفاجاه. المفاجاه الكبيره بقى. يا ريت. الإيرادات المتوقعة منه 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ وكم يكلف هذا تاجه؟ 6 مليون دولار. أمال مش بقولك عبقرية فزة، تصرف 6 يجي لك 3. هو يعني اللي تصرفه أحسن مننا ولا اللي هيرجع أحسن مننا؟ بهزر معاك. أنت لو هتجيب نجوم صف أول هتصرف 1 مليون دولار واحد بس، لو هتجيب ممثلين من الشارع هتخلص ب100 ألف دولار. بس في جميع الاحوال لازم نجيب نجم يسوى لنا الفيلم. جيبه من الشارع يا محمود، لو يجون باليوميه ما رشوه. عندك حق، انا برضه عامل حسابي ان انا اجيب الواد مصطفى المليس، الواد ده شاطر في الدعايه قوي، عشان موضوع ان احنا يعني نعمل اختبارات الممثلين والاجر والحاجات دي. هي اقتصد اقتصد يا ابن اخي، اقتصد يا محمود. انا رايي حتى لو هنجيب ممثلين من الشارع او باليوميه زي ما حضرتك بتقول، نجيب نجم سوبر ستار، واد قمر كده جميل وسيم، ونديله غير اجره 10% من التيكت بتاعت السينما، وباقي الممثلين نديلهم 5% الى جانب اجرهم برضو. انت ايه رايك؟ يقولك في الموضوع ده. بس المشكله دلوقتي النجم الوسيم مدوحه، احمد عز مش فاضي. امير قراره وسيم واموره كل حاجه، بس الفيلم مش اكشن. بيومي فؤاد شغال هيعتذر. طب نجيب مين؟ محمد رمضان في خناقه بقى. في خناقه. مش هينفع دلوقتي. طب نعمل ايه؟ نجيب مين؟ ما تقول معانا. كلك نظر يا محمود. انت اليق واحد للدور بجد بجد وبدون مجامله، وبما ان بقى زيتنا في دقيقنا وانت بطل الفيلم يبقى انا المخرج. عامر، تعرف شرخان؟ لا ما اعرفه. تبغى تمثل وما تعرف شرخان؟ يا غبي، هذا افضل ممثل في الهند، ترى هندي. شرخان هندي؟ ياوا. تعرف شرخان؟ ايش فيه؟ طلع هندي. صدق والله؟ هي كفته توي يقول طلع هندي. صدق حسب عراقي؟ حتى انا حسب عراقي. مسوي جايب معلومه فنيه يا ورع، كلنا نعرف انه هندي. طيب تعرف رامبو؟ يا عيال، العامل اللي ضبطنا الملحق راسل لي رساله مطلوب ممثلين. غريبه. اخيرا بتحقق حلمي. طيب متى يبونهم؟ بكره. قدام. اوف 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 اوف، ابوك يا الزحمه، صفين عند حلاق ذولي. يلا يا شباب ترتبوا. وش الحدسين هذا؟ صفوا سرى. يا عيال، هذا مو بعبد الله ولد ابو عبيد؟ الا والله. ايش عنده هنا؟ شكله هو المسؤول. كسر صوتك لا يسمعك. ايش عندك ام بهذا؟ العامل مصطفى راسل لي رساله. مصطفى؟ ايه، وش عشانه؟ تليص في الشقه.
لا الله يطول عمرك انت فاهم غلط عشان التمثيل. اوه تمثيل؟ ايش لكم بالتمثيل؟ انتم في دين بلوت فيفا يا ابو ثلاثة. ما شاء الله دمك خفيف. اسكت خلاص اطلع الصوت. سلامات وراه ينفخ ذا. يا عامر هد وضعك، الفن كذا يبيله صبر. لا تنسى يا عامر الفن له رسالة. هي واضح من شنبك. عامر وش هو الدور اللي تفضل وانت يا بعد حل؟ الارضي. لا معلش حبيب الارضي سكن عندنا الربع والروف. ينفع؟ اي ينفع. يا عامر يقصد الدور تمثيل. اي بس تو هو يقول الروف موجود والدور الرابع موجود. يطقطق عليك. اما يطقطق. بطقطق. طقطق. الممثل الناجح يلعب كل الادوار. الله اكبر. اذن العصر. انت قلد لي واحد منخر او متهول. ايه ده؟ تحس ان هو حمد المرغني بتاع الخليج. انت ابو شوير بات وش عندك؟ سلامتك. الله يسلمك يا حاج. لا ده لو يسلفني شعره وشنبه عندي مشوار خناقه مليان رعب. ينفع تسلفني شعرك وشنبك؟ لا 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 ما اقدر، انا اصلا متسلفه. هو بيشاور بس ما بيتكلمش ليه؟ يمكن على السايلنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الفايبريشن حد يزقه كده. لا عايش. لا نقبله ايه؟ ده محتاج تشطيب كتير وصنفره والكلام ده. اما تشطيب واضح انك مقاول ومالك علاقه بالاخراج. قوم يا ابني خرجهم برا مش قادر برجل وجعان. طيب والروف يا عم الحج؟ سكننا في الخروف. يلا بالسلام. طب بشويش يا سلام. هدف. يلا يلا. لا تدف يا ابن الحلال. يلا يلا. زينكم زين شركتكم. انتم كل شيء تنفعون ولا تمثيل. لا اشوفكم يلا برا. اقول سقها بس انتم الخسرانين. اسوقه. يلا برا يلا. تكفى يا عبد الله الله يخليك، كلم ابوك عشان اطلع في التلفزيون. قالها خالي الفنان الكبير طلعت نازل، في الوسط الفني دائما الناجح محارب. انت خالك الفنان طلعت نازل؟ ايوه. اقولك بيكلم خاله الفنان طلعت نازل. ازاي طلعت ونازل في نفس الوقت؟ الراجل ده كذاب. كذاب بس فنان. لا كان كذاب ماشي. المهم يمثل معنا لكن شارطن ان اخوياه والثلاثه يمثلون وهو يشتغل بالانتاج. اخواته الثلاثه يمثلون. ايه باقي انا ما فحصتوني. حبيبي كان على الفحص الدكتور مستنيك تاني اوضه يمين هيكشف عليك. يا ابويا ما بجاي مستشفى انا جاي بمثل. جاي بتمثل؟ هتورينا ايه النهارده؟ انا انسان احب اقلد الاصوات. تبينا اقلدك صوت البعير الشبعان؟ لا للاسف البعير الشبعان اتسكن خلاص، بس عندنا دور مهم البعير الجعان لو ينفع تقلده لنا. لا ما ده البعير الشبعان اللي اتسكن. بص انت ما تتعبش نفسك، هو الدكتور مستنيك هيفحصك وهتبقى زي الفل. اعمل لك مسح. سلام. كان عايز ياخد دورك. انا وانا مشيته خلاص. انا وعدتك بعير الشباب بتاعك. خلاص تفضل يا خال. شكرا يا ولد اختي. شرط علي عشان يشغلني في الانتاج ويشغل الشباب في التمثيل انه اجيبك بطل في هذا الفيلم، وبيكون اجرك 10% من ارباح الفيلم. يا ولد اختي المنتج هذا انا ما اعرفه ولا قد سمعت عنه شيء. ها انت قلت ما اعرفه. المنتج هذا داخل السوق بقوه وان شاء الله يا رب يغير وجهه نظرك عن المنتجين. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولد اختي. ها بشر وش قال؟ ما يحتاج اجاب واضح على وجهه. خالي وافق يا عيال. خالو وافق. ايوه خالو وافق. انت يا شكش هتبقى مدير الانتاج. ازهمها ابشر. مدير الانتاج ابشر يعمله حد تاني. عادي انا اسويها. ورينا كده قول. ابشر. حلو خلاص انت ابشر. انت يا عامر ولد عم حنان. ايه بس انا ولد عمي صالح صح ولا لا يا عيال؟ الا الا بالفيلم يا غبي. ايه بالفيلم عادي حتى لو تبيني ولد عم كفته. لا نبيك ولد عم حنان. انت تبيه وتبي تزوجه بس هي رافضتك. ما تبيك ما تبي الا انا. تحب ان تموت بدبديبي. ما ادري عليها هذه. وانت بقى حبيبي هتعمل سواق حنان دور الهندي واسمك عبد الغفار. لا لا يا محمود انا اختلف معك بهاللقطه. هذا يصير ابوي بالفيلم. ابوك؟ هي ابوي نفسه الطاسق في بحر العظيم. نفس القصه.
بابا الله يرحمه كان بيقص نفس القصة دي؟ نفس القصة سبحان الله العظيم. الله يرحم أبوي سبحان الله العظيم نفس الملابس. طب خلاص معلش لا إله إلا الله معلش تعيش وتفتكر. هو كل ما يفتكر باباه بيقعد يضحك كده. دقيقة الله يطول عمرك أنت وياه. أنا أبو مين؟ أبويا أنا بالفيلم، ما تبي تمثل أنت؟ لا، أبغى أمثل مش داعش دعوة، أبغى أمثل، لو تبي أصير جدك ما عندي مشكلة. تصدق تشبه جدي، لكن إن شاء الله بالجزء الثاني نحط لك دور. هو بقى لما يفتكر جده بيقعد يعيط كده. أما أنت بقى عم كباب؟ لا مو بكباب، بس كفتة. يا سيدي هي كلها مشاوي. عم كفتة أنا هدي لك دور أخو حنان. شكرا يا نجم. العب. لا إله إلا الله ده بيتكلم. إيه يتكلم. الله طب بيتكلم أنا أديله دور كبير كنت فاكره ما بيتكلمش. على العموم أنت معايا ما تقلقش يعني. أما بقى السيد طلعت نازل الراجل اللي أنا مش طايق اسمه ده هيعمل أبو حنان. طبعا وأنا البطل بندم وأي واحد سوينا له كاستنج هنا لا تشوفوا عيني قفلنا نهائيا ونبي نصور هالحين. أكشن. أم أبوك ذاك الشايب. لعب عليك يا ياسر. الممثل الشاطر يلعب أي دور. طيب عيال متى التصوير؟ اسأل مدير الإنتاج الأستاذ شكوش. متى يبدأ التصوير يا شكوش؟ التصوير بعد يومين. المشكلة يبغوا مني بيت والمنتج قال بعطيك 1000 ريال. أوف أوف 1000 ريال. 1000 ريال أيوة. طب عادي تجون تصورون بيتنا. من جدك؟ هي من جدي بس أهم شيء ما تجون إلا بعد ما ينامون أهلي. يجي بالأدب. اسمع انتو اياه اهلي نايمين تمثيل بس بشويش اوكي؟ يا ابا المطبخ وين؟ نريد نطبخ؟ نبغى نصلى شاي يا حبيبنا. يلا الياب نزل كمل العدسات كله. يا ابني طوال الله انا مش متفق معاكم نخش بهدوء عشان اهلي الراجل نايمين. الله طلعت بالله العظيم كلمة تعالى فركش وبعدين تمام كده؟ اي تمام تمام اهلي قاموا اصلا. طب كويس عشان نسلم عليهم يا حشو. تفضل تفضل. يا اخي المشاهدين دول قريتهم يجي 8 مرات ورا بعض ومش فاهمهم. يعدوا يعدوا ايوه بس المقال ملغي. الدراما اتغيرت الناس مش قادره تفهم شكل الدراما اصلا اختلف. المشهد ده بعشقه بعشقه هتجنن وصوره. يلا ملغي اهدى. لا الا مشهدي ولا ترى بتنطرد انت والعيال. يا ريتك قدمت بدقيقه واحده لغيته خلاص. لغيتها؟ لغيته خلاص. يلا يا ولد يلا انتوا اياه يلا. بهزر معاك انا اقدر الغيه ده انا مستني المشهد ده بفروق صبر. عندك مشهد مع ابو حنان بدايتك الحقيقيه يا بطل. عايزك تكسر الدنيا ده اول ظهور ليك في الفيلم. تكسر الدنيا. ابشر ابشر بعزك. طيب الحين انا جاهز للتمثيل متى نبدا؟ قدامنا دقايق بس بيعملوا مكياج والكلام ده والدقايق ونصور على طول. مكياج؟ طيب وين نسوي المكياج؟ اه تعال صحيح مكياج. معلم ارشد. الله مربع. شايف الغرور اللي في وشه؟ رهيب رهيب. هذا؟ هذا اه. اوعى تستقل بيه ده. ده اشهر دهان فيك يا رياض. ايوه هذا. ايش في مشكلة؟ هلو. انا. معلم ارشد. ايوه. عايزك تعمل الاستاذ هتدي له الاول وشين صنفره. ايوه خلاص. أيوة. حدادي وبعدين صنفره ناعمه وبعدين هتقطب بشويه معجون تمام وتدي له وش مطفي. ماشي ما في مشكله. انا اسوي اول شيء مأذون بعدين سوي نص وجه هذا بويا لما بعدين سوي ثاني وجه ما في كسم في طافي. الله كسم ما لمته يطلع. هلو سلامات. هذا بيدهم ملحق مو بوجه. على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 اكش. حنان لي ولا لها مثل ما اتفقت مع ابوي. انا عند كلمتي يا ولدي يا عامر. بس هي ما تبغاك يا ولدي يا عامر. هي تعتبرك زي اخوها حمزة وبعدين هي تبغى تاخذ زميلها اللي في العمل. هي بس وش تبي فيه؟ شين وقصير وشايف نفسه. كات
وش ولي قصير وشايف نفسه؟ ما تشوف وجهك انت؟ قسم بالله هذا المكتوب بالنص. الحقيقة فعلا هو ده اللي مكتوب في النص وده الواقع. نغيره، انا المنتج. بدل ما يقول هالجملة يقول وش تبيبه هالوسيم هالظريف الخلوق مخقق البنات. الله احلى كتير، بجد احلى كتير. يا ريتك انت اللي الفت الفيلم. خلاص يا ولد هنغير الجملة وهتقول زي ما المنتج قال وانا نغيرك انت. لا لا خلاص خلاص اسوي اللي تبون. برافو عليك، اتفضل يا فندم. ولد يبا يبا يا حي انا طالبك تكفى، ابي امثل ابي اطلب التلفزيون. تلفزيون بعينك، هذه سينما. بعدين خلاص خلاص انا بقول للمقاول يدخلك اللي قال اكشن. مقاول مين يقول اكشن؟ المخرج. المخرج يعني لك الاكشن. اسفت هبد اسفت درع ولا عليك منها، ما اضرب على التايد. راح كفو يا محمود. ايوه ولدي يبي يدخل يا بعد حي يصور من وراها، واترك ولادي اللي قلت اكشن. وانا مش هقول اكشن. يلا تفضل. بسم الله 3 2 1. يلا. ايه سلامات، قصر صوتك اهلي نايمين. 3 2 1. يلا حنان لي ولا لها مثل ما اتفقت مع ابوي. عامر وطي صوتك يا اخي، اهلك نايمين. كيفي بيتنا وانا حر. يا اخي ملقوف انت، وش تبيبه ببيته ومزاجه. انا اسف، اللي تشوفوه غلط اعملوه. يلا 3 2 1. يلا حنان لي ولا لها مثل ما اتفقت مع ابوي. يا ولدي انا عند كلمتي، بس هي ما تبغاك، وبعدين هي تعتبرك زي اخوها حمزه، وهي تبغى زميلها اللي في العمل. وش تبي فيه؟ هذا الوسيم اللي حاط سبايكي اخر حبه في الدنيا. كات هايل. ايه ده؟ مين الحمار اللي عدى في الكادر ده؟ حماري قصدي ولدي. ولدي ابنك؟ ايه. يا سبحان الله على الشبه، مش ممكن. ممتاز يا عامر، بس لو انت مضيف جمله مخقق البنات تم مضبوط. صح. يلا تيك 3. اي خلصونا انت ويا المايك ذا ذبحنا، ما هو مخقق بنات ولا شيء. يلا تجننت يا ولد ولا ايه؟ اقول لك يا مامي. بسم الله عليك، بسم الله يا مامي، بسم الله عليك. اعوذ بالله من فلاك انت من الجن والجنه. منين الولد ده من افريقيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكيد هذه أحلام آخر الليل. ما في أحلام آخر الليل، أنا إنسان موجود. إيش؟ ما في مشكلة. سلامات وراس تزعقين. ليش وباسك كذا؟ ها انا نذر قبل انا نوم. وخير يا طير نظفي مره ثانيه. ماما 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 ماما. أوه. انا تندر مية مية. يلا تكفى يا استاذ تكفى، ودي لو مره واحده اقول اكشن. احنا في بيته برضو يا صحش، قول اكشن. عادي اقول. عادي يا سيدي. شكرا يا استاذ. العفو. يلا كفت انا بقول اكشن. 5 4 3 2 اكشن. بس انا احب بندر وما ابي اتزوج غيره، وعامر ذا ما ابي. عامر حقود اعرفه من يوم الاستراحة. تزوجي بندر اللي هناك جالس عند التلفزيون. كات هايل، مشهد رائع مؤثر جدا. حنان لي وانا له، تسمع ولا لا ولا ياخذ خيري. سلامات، وش فيك مشخصن الموضوع؟ ترى فيلم وتمثيل. معلش هو تقمص الحالة شوي مش أكتر. اهدى اهدى ساعة الباشا. يلا استاذ تكفى عاد، أول مرة بس، أول مرة أقول فيها أكشن، خلني أقولها. قولها. أكيد. يلا ما تلعب علي مثل المرة ديك. عيب. يلا ياسر 5 4 3 2 أكشن. بابا أبي أتزوج. يا وليدي انت باقي صغير ما خلصت الجامعه. انت يا وليدي حلو ولازم تتعايش بهذا الشيء وتقتنع فيه. قط هايل، مشهد في قمه الرومانسيه. الله اكبر عليكم. الله يا نجم
انت برتبة الخليج. ها وش رايك بالله؟ ظبطت المشهد ولا ما ظبطته؟ اطفي اطفي. سلامات. هذا مين؟ ما في احد. فهمتس، تبي 100 ريال؟ خلاص نظف فيه وعطيس. 100 ريال؟ لا، 500 ريال استر على ما وجدت. انا يقول كلام، انا بكم ريال نظف كله هذا. قول تم. تم. استر ما وجدت. اقول سقها. والله مو بسهله ذي. سقها. الحين خلصنا تصوير الفيلم. وين اجر بيتنا؟ واجر انا كممثل واجر العيال. اي والله، وترى المفروض ناخذ فلوسنا قبل ما نبدا تصوير. يا عيال اهدمي كذا اهدمي كذا. لا يا شيخ، مو بنت مدير الانتاج؟ اي وانا مدير الانتاج. خلاص اجل جبها. انا بنفسي ما اخذت حقي، وخالي طلعت جاء وممثل وما اخذ. يعني انزرفنا؟ ما انزرفنا، بعد يومين بينزل الفيلم. شوفين الإيرادات والصحافة والإعلام وكلنا حننجم. يا الله، أنا ماني مصدقة أني أنا وفارس أحلامي تحتك في واحد. أنا بحلم ولا علم؟ لا أنت بحلم وليس حلم يا حبيبتي هالوجه. الحلاوه دي الطعمه دي. لا بجد انا شعرت ايه الاداء المحير ده بصراحه. يعني لا يعني اقدر اقول لك احقر اجمل فيلم شفته في حياتي يعني من فتره كبيره. بالتوفيق ان شاء الله. ايش هذا؟ لا اخراج ولا قصه ولا اداء، فيلم مشي حالك يا خالي. اهم شيء الناس كلها مبسوطه. أبوك الجيل القديم، وش عرفك الناس أذواق؟ اكتساح 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 اكتساح. برافو عليكم يا شباب، شرفتونا وخليتوا راسنا فوق في السماء. هي دي الأفلام اللي تشد، هي دي أفلام المستقبل وأفلام الماضي وأفلام الحاضر. الناس برا هتموت نفسها، بتقطع ايديها من التسقيف، حجز لمدة شهر قدام. برافو عليكم برافو عليكم. أنا نفسي كمان هتجنن. ايه الفيلم الزبالة اللي نجح دوت؟ لا ولسه اللي جاي أزبل. لا والله بالشاورما البطلة. هذه لك شطة كاتشب مايونيز. يجي يا ندم. وهذه لك يا كفتة، بدون شطة بدون كاتشب بدون مايونيز بدون مخلل بدون بطاطس. كان طلب تميس يا زيلك. يالله ما هو. وهذه لا، هذه لك بدون مايونيز. كفو عليك. وهذه زيادة شطة لك يا عزوز. ايه ابو هزيم، انا في حالي يا ابوي، انا اللي فيها مكفيني ونفسيتي مسدودة عن الطعام. افا وش العلم يا خوي؟ محلك كماليات، محلك كماليات اللي ورثته امي من جدي بعد 30 سنة. رحني اضطرني قفله، كانت لقمة عيش أنا من ظهره ونأكل ونشرب منه. هنقفله وأزيدكم من الشعر بيت. أنا لازم أرجع جدة بكرة ضروري. تدروا ليه؟ جدتي مسوي عملية، أدعو لها بالشفاء. الله يشفيها. عملية إيش؟ الله يبعد عنكم كل أذى ومرض. لوز مسكينة، كم مرة أنبهها يا جدة لا تأكل الإسكري، يا جدة الإسكري ماذا مو كويس، يا جدة سكاكر ومثلجات هذه ما تصلح. ما في فائدة، أكلت الإسكري وضربت عندها اللوز. أبشر بالفزع يا خوي. والله العظيم رح تفزعوا، ترى المحل كبير والعمار كلهم سافروا. أفا عليك يا عزوز بسافة، حنا نشغل لك المحل زي أول وأحسن. والله هذا العشم، والله انكم إيكا والبقية في الدكة يا ماركات انتو يا اصدقائي.
بس والله انا ما انصحكم الصراحه، لانه المحل كبير وفي له روحه وجايه واستيقاظ باكرا. بس اذا انتم مصممين اوكي، بس عندي شرط. تتشرط كمان؟ ايوه اتشرط. في البيزنس ما ينفع تدخل العاطفه. راح اصرف لكم لكل واحد فيكم 100 ريال في اليوم. عفا عليك يا عزوز، عفا، بس ما هقيتها منك. حنا جايينك في الزعيل، ما نبي منك شيء. علي حركات هذه؟ العب على غيري حبيبي، لا يخدم بخيل. وبعدين توتوا على كبوتوا عشان بكرة النهار لا تحسبوها جميلة علي. انتبه. طبعا يا حبايب، هذا هو محل الكماليات حق جدي الله يرحمه ويغفر له. أهم شيء يا حبايب الزبون، الزبون أباكم ما يخرج من هنا إلا هو راضي. وكان جدي دائما شعاره الله يرحمه العميل أولا. العميل إيه؟ أولا. العميل إيه؟ أولا. أبشر بعزك، ازهلها. لا تشيل هم يا عزوز، راح جدة وأنت مطمن ومرتاح. بس نبغاك يعني قبل ما تروح ترتبنا وتنظمنا، من فينا راح يكون المدير؟ أنا راح أكون المدير بس عن بعد. إيه سلامات، أنا ما حد مدير علي، أنا المدير هنا. ما حد مدير علي يا أبوي، أنا مدير نفسي. وأنا ما أبغى مدير، جاي فزعة. خلاص يا حبايب، كلكم مدراء للمعرض، بس عامر راح يكون المشرف. أهم شيء مو مدير. خايف استقعد لك يا ورع. خلاص يا خوان، قلنا هو المشرف. وبعدين نسيتوا جدتي اللوز بيشيلوا لها اللوز حقتها، وأنا لازم ألحقها وأكون معاها. دعواتكم لها بالشفاء يا حبايب. كي يتمك انت يا جدة يا مسكينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام عليكم، ادعو لها بالشفاء يا اخوان. الله يشفيك ويشفيها. والان ابوزع لكم المهام. عامر حطني في مكان مريح، ما ابغى انكرف. سلامات، ترى الرجال دافع لك فلوس يعني بخشم الريال، كل يوم يعطيك 100 ريال. انت ابى احطك قسم الالعاب والاطفال. يس هذه امنيتي. وانت يا شكش ابى احطك بقسم الملابس. وانا انت تنفع كاشير لانك محدد الشنب. ايه اهدى، لا تقعد تمر علينا، كلنا بنهوى سوا. ايه لا تنفخ لا تنفخ، لا خليك حمالي الحين. يلا ربع ساعة وكل واحد في موقع. اوكي اوكي. وشعارنا هو العميل اولا، هو العميل اولا، هو العميل اولا. انصراف. ابوك يا المدير المطعم. قول لي يا واد، كيف بتسافر وتسيبهم في المحل؟ يا ماما هذول اصحابي مره ثقه عمياء، وبعدين بالله لو جبنا عماله تدري قديش راح نخسر فلوس؟ اول شيء استقدام، بدل سكن، تامين صحي، حنطفل. لكن هذول اصدقاء الصدوقين، على من الا تسال فاسال عن قرينه، يمسكوا المحل، عدم السرقه، عدم النهب. اقول لك على شيء، عندهم تخصصهم اصلا مشقه وتعب. هذول يا ماما ضد الكوارث الطبيعية والمناخية، ضد التعب، هذول ناس حريقة يا ماما، حريقة. حريقة اللي في رابطة الاتحاد؟ لا يا أمي، مو حريقة اللي في ليتي مع صالح قرني، قصدي هذول تخصصهم مشقة وتعب، شغلهم حريقة كده، هيلمان وهشكبش. ألو؟ شيشني وحشني، زكريا، الأمور هيك؟ حجزتوا الكباين؟ كله تمام؟ أيام هابي بالصلاة على النبي، نبغى شعارنا العب حتى تتعب، نبغى ننبسط. أسمع زيكو، تكفى تعلي على المطار في الوقت المناسب. خلاص زيكو حبيبي، أيام هابي بالصلاة على النبي. يلا أمي هتوحشيني. يلد عندك شواحن؟ شواحن؟ يا هلا والله ومسهلا، نورت المحل يا شنبو. هل بقى؟ هامرني وش تبي؟ نبي شواحن. بس شواحن؟ ابشر بعزك. عليها ضمان. عليها ضمان وما جاك علي. ورني اياها. همش همش قدامي. ابو الشباب انا بسافر شرم الشيخ وبي شورتات قويه من الاخر. اهلين عزيزي العميل، عندك شو الديزاينات هذه جديده واليوم نازله، بس لمين؟ جدتي اكيد لي. لك انت كم مقاسك؟ 4X 1L. 4X 4X بكل ثقة قاعد تقولها،
متخيل شكلك انت وانت متكي كذا على الشاطئ والمطبات الهوائية دي كأنك حوت. تجيب لي شورت ولا فقع وجهي. عامر عامر سلامات 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 خير ان شاء الله. وش فيك متفلت عزيز العميل؟ ابي شورتات هالحين الحين تطلعوا لي واحد. كل هالزحمة عشان شورت؟ ابشر بعزك بس لا يكون لك. اتحداك السروال البطل عاد الحين تبين اوصل لك بالهلي ولا اشحن لك بسطحه؟ لا حطه في صندوق موتري. ابشر ابشر بعزك. طب اسمع لا تنسان من السنابات بشرم الشيخ وترى يضبط عليك التان لا تنسى تسوي تان اوكي. هلا والله بالمسافر البطل. حسابك 380 بس عشانك خليت الحساب 300. يوه ما عندي الا 100 ريال ما توقعتكم غاليين كذا. خلاص ما عاد اجيكم مره ثانيه. لا 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 خلاص اعطيني ذا ال 100 وجيب الباقي بعدين. وليه هذا كله؟ عشان شعارنا العميل اولا. وين المدير وين؟ يلد يلد وين المدير؟ انا المدير بس ما لي دخل. شلون ما لك دخل؟ طقطق علينا انت؟ لا يعني بس مدير شكل. شكل؟ اركض في ديتك وش فيك متفلت عزيز العميل؟ معطيني شاحن خربان رجع فلوسي. سلامات هذا الشاحن قديم ولا عندنا مثله تلعب علينا انت؟ يا رجال هات من العب عليك والله ليش تكيكم محوسكم حوس تغريب وتكفيل وترحيل. تغريب وتكفيل اوكي بس ترحيل فاهم غلط انت ترانا سعوديين ومع ذلك ابشر بعزك مالك الا شاحن جديد وابشر بالحق. تفضل حياك الله على عشاك هذه ذبيحة كاملة وفوقها 20 شاحن. يا ربع الموضوع ده علشان ايش؟ لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل يا الربع. لا العميل اولا. العميل اولا. العميل اولا. وانا الثاني يا عيال. وانا وانا بسم الله. يا عيال هذا اليوم الثاني لنا بالمحل ما نبي العميل يطلع إلا هو راضي لأن العميل يجيب عميل وشعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. انصراف يا أبوي. إيه أبغى إجازة كذا يومين بروح جدة يا أبوي أنا تعب وكرف. إيه لا تسوقها ترك ما داومت إلا لك يومين وأنت بريح قسم لأن قلك الحين نقل تأديب القسم المنظفات والله أنت تطلع الريحة من راسك وتصدع. إيه أهدى من كذا تراني زي زيه لا تخليني. ها لا تخليني. وشو ورشي عشوة. شعارنا هو العميل أولا. هو العميل أولا. هو العميل أولا. انصراف. اسم الكريم كفتة. وين عم مليون يا كفتة؟ اسمع أنا عندي سفان ما أبغى المسبح يكون عميق ولا فيه ثقب عليك وجه الله ما تبيع لي إلا بضاعة مزركشة. موجود ولك حق التجربة. متى هذا المسبح على الشرط؟ كيف المسبح يا ولدي ظافر؟ رهيب ظل يبا. بكره من نبات الصايم بشتري لك وعلى نخرة تيتا. أهلين وسهلين كيف أقدر أخدمك؟ بكم ذا يا الحبيب؟ ذا؟ بـ200. كأن في ريحة. ريحة؟ هذا قديم بس مجدد هذا الإصدار ما تلقاه بالشكل ذا والريحة دي إلا عندنا. يا أخي أنت جوي أنا أحب الأشياء المميزة. بما أنك تحب الأشياء المميزة بسوي لك عرض خاص ومميز. إذا حسبت عندي كاشير 100 ريال إذا نزلت تحت الكاشير 200 غالي. ها
خلاص بشتريه. خلاص ابشر وانا ابوك بشتري لك مسدس، وهذا هو المسدس اللي لقيناه، يلا خذه وانا ابوك. مساء الخير، كم عمر ولدك؟ عمر الله يصلحه 7 سنوات. 7 سنوات وتشتري له مسدس؟ اتخبلت انت؟ وش فيها؟ ترى مسدس لعبه. اليوم يشيل مسدس لعبه، بكره يشيل على كتفه ار بي جي حقيقي، انت تعلمه على اجرام. اي اجرام؟ لا تكبر الموضوع. اقول لك، ليش ما توديه الحديقه اللي في الحاره؟ تخليه ينبسط ويلعب ببلاش. بلا خساير، هيا هيا هيا. والله انك صدقت يا لجودي. يلا مشينا انا ابوك نبى نروح نلف الحديقه مجاني، بلا خساير بلا وجع راس انا ابوك. لا يا بابا انا بالمسدس. يا ابوك انا بنروح نلف الحديقه ونستانس انا وياك، وامر الله من ساعه. مشينا يلا يا حبيبي مشينا. شاريه من عندكم وقلت لي يكفي 10 اشخاص، سويت فيه كبسه حمام الحالي ولا كفاني. بعذره ما كفاك، ما شاء الله عليك تانكي. المهم وين الفاتورة؟ غسلت الخدامة مع الثوب. لا يا شيخ تسوق علينا أنت؟ طب ورا ما غسلت الصحن قبل ما تجيبه؟ والله أني مغسله في برادة عندنا في الحارة، لكن تعرف كبسة الحمام وزفرها. أما عاد حمام من وين جايبه؟ شاري لي 20 طير، تبي طرف لك 2 3؟ أبشر. كفو والله، إيه يبي لها حمام، بس اسمع ترى بحقه أبعطيك بدالها حافظتين أصلية، وبدال الصحن ذا الآن يحضر لك صحن كبير. بيض الله وجهك. ووجهك. مثل ما اتفقنا عزيزي العميل. اوكي مثل ما اتفقنا. كل شيء تمام؟ 100 100. ايه سلامات. داخلين شاليه انتم؟ جبت لا ماخذه معايا ولدي ولد اختي، نجرب المسبح الثاني لا يكون يخر ولا شيء، والتجربه خير برهان. لاقينا انتم حكمتك ابو برهان، تسوق علينا. ومن اللي قال لك ان نجرب مسابح هنا؟ موظفكم الله يجيب لي اسمه. لا ما اخذ الله يجيب لي اسمه. ايه كفته كفته. الله يقلعك يا بابا صنفور. وش ذا يا كفته؟ مهبول انت؟ انا ابغى العميل راضي، لان عزوز يقول لي العميل اولا. اطب عليهم حيفره. لا 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 ممنوع يا عامر، لانك مو عميل. اي صح. لو سمحت انت تشتغل هنا؟ ايوه انا اشتغل هنا، انا مدير قسم الملابس، وهذا المكان فاضي بنغطيه. لسه ادور زمزميه ونقطه حمراء ما لقيتها. زمزميه وفي نقطه عندها عنقز ونقطه حمراء مدحت لي اياهم سعد. هذه من افضل الثلاجات عندنا، وكمان تخلي الشاي منعنش. ابغى نقطه حمراء. طيب اجيب لك اياها من المخزن. ما بقت لك اصليه. مع اني سروالي مشقوق وتقول لي اهدى. اي اهدى الله يطول عمرك، وسروالي بدل سروال مالك الا العوض. سلامات وش فيكم؟ خويك بايع لي سروال مشقوق ويقول لي بدل السروال سروال، يرضيك الكلام ذا؟ لا والله ما يرضيني، واللي تبيه حاضر، لو تبي اشق سروال ياسر. اسمع انا ابغى رد اعتباري. ولا شف ترى في شكوى وفي تقفيل محل وفي غرامه وترحيل صح؟ يا عيني عليك وترحيل. تفضل حياك الله على غداك، وبعد الغداء ابشر بسروال جديد. انا تراضيني بدجاج وغيري بذبيحه؟ انت تعرف راعي الشاحن؟ اي هذاك يا سعد ولد عمي، وقال ان علومكم غانمه وراعي المواجيب. نصاب. وشعاركم العميل اولا. المعذره عزيزي العميل على السروال المشقوق، وبدالها 7 سراويل سنه و3 فنايل و3 سراويل مقوصر. تفضل يا مال الشحم. كفو كفو كالطيب، لأنه شعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. تفضل سمو. لا العميل أولاً. بسم الله. أنا الثاني. أنتم خلكم 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 عند السراويل. الله يغنيكم كثر خيركم. لا تنسى سراويلك عزيزي العميل. يا عامر ترى اللي جالسين نسويه ما يصير أبداً. إلى الآن خسراني 3000 ريال على ذبيحتين، وكل من بيعنا في ذا المحل. يا ابن الحلال وش عرفك أنت؟ هذا كله بمصلحة العميل، ولا تنسى تسجلها على بند الحفلات، لأنه حنا شعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. إلى الخيمة سر. أي
ايش الطفش ده والملل يا عيال؟ من الصباح ما جلنا عميل واحد. والله طفشنا يا عامر، نبغى زباين ولا نروح البيت؟ يا عيال سوينا كل شيء عشان ننجح ولا جاء ذا العميل، اكيد في خطا عندنا. عرفت الخطا. وشو؟ لقيت لكم الحل اللي يخلي المحل يدهر من الزباين. لو ان محل ابوي ما تعبنا ذا التعب. يا عيال خوينا ويستاهل، وبكره يجي محله ويتفاجأ. احسن خليه يستلم محل امه ويفكنا. وربي تعب. يا صديق جيب شاهي. صديق جيب شاهي. ببغى انت. برافو عليكم، ما شاء الله ما خليته في المحل الا الغبره بس. كيف صرفت البضاعة دي؟ عفا عليك، وبيوم واحد بس. كل هذه من أفكار كينج التسويق ياسر. الشيء اللي سويته إني شفت فواتير البضاعة بالجملة، واكتشفت إن جدك النصاب الله يرحمه. الله يرحمه. إن الشيء اللي اشتريه بخمسة يبيعه بمية. جت على بالي فكرة. إن الشيء اللي نشتريه بخمسة ريال نزيد عليه ريال ونبيعه بستة ريال. إيش؟ كده أنتوا خربتوا بيتي، دمرتوا محل جدي، راح شوربة. انتوا تدروا ايجار المحل حاله 500,000. ناهيكم حق الزكاة والدخل، وغير كده فاتورة الكهرباء. خربتوا بيتي، راح اتقم منكم، راح اتقم منكم. سلامات، ليش مخلين باب الاستراحة مفتوح؟ أنا من ناحيتي صرت بدري، آخذ اثنين طلعوا من الاستراحة كفتة وشكش. عوايدكم يا السبك، مهبل أنتم. إيه لا تظلمونا، طلعنا وصالح موجود. أمش أمش أنت وياه أمش. أوف 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 أوف، وش ذا؟ وش هذا؟ من مسوي كذا؟ عامر، ليكون حرامك تعب من الاستراحة. وش الحرام الفاضي اللي بيعضعض الجلسه؟ واضح انها شيطنه كلب. اي والله انك صادق، هذا شغل كلب من كلب. مسهم الخير. ايه كمان رايق، ليش سبت الباب مفتوح؟ وش السالفه؟ مين مقاطع الفرش؟ مين لعب بالاستراحه؟ كلب الشارع. وش قصدك؟ انا مالي دخل. اي صح، مو بنت بس في واحد هدر ترك الباب مفتوح. لا 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 تثبت انه المقصود انا، بعدين ترى ابوه عامل استراحه ولا ما يروح تفقد الباب. سلامات، العامل كارفينه ليل ونهار، تبي يسر معك بعد وسك الباب وراك؟ ولا ما سكيت انت ها؟ ولا ما ترد؟ اسطرك الحين. انا اوريك. امشي كفته خلنا نضبط الغداء، وانتم رتبوا الجلسه. عامل، لمين هذا؟ هذا للعامل المسكين. عطني قصدير. يا الخسيس، انت اللي سويتها. توني واصله الاستراحه وجايبه معي لك هواء. هذا لازم يتعاقب. الله يس يس، والله ما توقعت يا بنات، موضوع يضرب ترند. وعشان ما ينزل من ترند لازم تضيفين واحد جديد. بس اسمعي، فيلم يسوي دراما واكشن كذا قاعد يصيح يسوي حركات. زين زين. دقيقة دقيقة.
يلا بس دقيقة دقيقة، بعد السنابة على طول حطي كود سنابك عشان تجيك الإضافات. طبعا بحطة. يا ناس مو قادرة أنسى المنظر اللي شفته، مو متخيلة إنه في ناس بدون قلب وبدون رحمة. لا لا أنا ما قدرت أنام ولا قدرت أنسى. ترى دمعتك غالية علينا وكلنا تأثرنا فعلا. هذا مستحيل، مستحيل يكون بشر. هذا وحش على شكل بشر. لكن تأكدي، تأكدي إن راح نحيل للجهات المختصة وينال عقوبته السجن والغرامة. هلا أبو عامر. هلا، حيا الله أبو كبتة. يا أخي إيش حركات ابنك هذه؟ في كل مكان حركاته تمسخن مسخن حركاته. خير وشو مسوي بعد؟ إيش خير؟ ابنك فاضحكم في كل مكان، مقاطع في كل مكان، في كل السوشيال ميديا طايح لك تعذيب الكلاب. يا أخي شوف لك حل، شوف لك حل في ابنك، اربطوا له، شوف لك أي حل فيه. أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسمع، ابنك ما يمشي مع ابني بتنا البتة. أقول دخل ولك ببيتك وسك عليه. سلام. فضحنا بها. أم عامر شوفي ولدك مو بصاحي. أوف 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 بعامر، شوف شوف عامر وش مسوي. عجيب والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يمه يبا، شفتوا شفتوا عامر شو سوى؟ شفنا. لا وترند الأول في تويتر. هلا والله بالقطوة البطلة. وخر عن قطوتي. السلام عليكم يبا. الله لا يسلم فيك وما تطبعه. وش فيك تضرب السلب يا سلب؟ وش السالفة؟ السالفة انك ما انت بصاحي. شفتوه؟ شفتوا كيف يعذب الكلب؟ الظاهر يبي لنا نربيك من جديد. اوف اوف اوف، هذه ايش عندها؟ كبرتها صغيرة. لا والله الا انا بسب العصا، ابغى اضربك لين ما تصير رجال، لين ما تكبر يا بزر. ما بقول انت الحين العالم لبست القضية وتقدر تضحك على ولد عمك. لا تحامد يا حبايبي، حل الموضوع عندي، ناقل بالطاولة على مي. وشلون؟ قبل كل شيء احمد ربك انك صرت مشهور، ثاني شيء بروح انا وياك نصور وزينا لسلب الاستراحة، وبظهر انك مظلوم ونميت تبلك. عز الله انك جبتها. الحين ننطرب؟ ننطرب احلى طرب بعد. عاد عيني. هلا انا اوريك. اي رجال، الحين استراحتنا نورت باللون العالمي الاصفر والازرق. صدق لو اصفر واسود احلى. نقوم اشيلها. لا 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 خلي خلي. وين الجلسه القديمه؟ رميناها يا ابويا. ياسر تبرى من الجلسه الحلوه دي والنوم عليها قال ابوي لي. والله مريحه، الله يسلمك يا ياسر. الله لا يسلمك لا انت ولا هو. ايش فيك عصبت؟ عصبت يا طقيه عشان لون الجلسه ازرق واصفر. درج انت وياه درج. انا جاي اصور الخراب اللي سواه الكلب باستراحتنا. كانت فكرتي عشان افككم من هالمصيبه اللي هو به، بس انتم طلعتوا صوت هايم. اوبا يا عيال نلحق عند الزباله. يلا سلامات. وين مودي جلستنا؟ هذا كويس، انا يبقى هذا عشان شغل انا تنعيم لياسة وتنزيل تربيبة. انا يبقى هذا. والتلبيس الحمراء وينها؟ انت قلقل زيادة، انا ما احتاج، انا فدي بلدية. ابلش ما فوقين يا صديق. اسمحي لي قبل لا ابدأ اني اقوم اصفق لك. تبين الصدق؟ الشيء اللي انت سويتيه هذا عمل بطولي، عمل بطولي تستحقين اكثر من التصفيق. انا مهما ذكرت ومهما قلت يعجز لساني ان يظهر ما في قلبي على هذا المعنف اللي اسمه عامر. هذا رجل شرف، واللي انت سويتيه سويتي شيء مصيبه. الناس قاعده تبحث عن هذا المعنف ان ندينه ونعاقبه. اي والله صراحه منظر الكلب وهو ينطق حزني. لا تجيب نظر الكلب. أنا كل ما ذكرت الكلب هذا أزيد شراسة.
ازيد شراسة على هذا اللي اسمه عامر، وودي استخدم معه كل الانظمة اللي ادينا عشان اسجنه. سجن وقضية ضد عامر؟ طيب شلون؟ كيف؟ تحت اي بند؟ يبدو يا استاذ انك ما تعرفين تتعاملين مع مين. انا من اهم المحامين في البلد، يعني لنا منافذنا القانونية اللي نقدر نجرم المجرم فيها حتى لو ما كان. احنا ناخذ بالقرائن وندينا. بس تأكدي تأكدي اني راح اخليه ورا الضبان. بس قبل لا انسى، انت كملتي نص الطريق؟ نص الطريق الباقي عندي انا. ترى المبلغ اللي عليك 20,000 تسددينه الله يهينك بعد ما نسجنه. هيه اقول لو سمحتي، ترى هذه قذف. وش تبيني اقول؟ 20,000 عشان كلب؟ اسمع اسمع، 60 داهية الكلب واللي طقه. يخرب بيته، وين الإنسانية والرحمة والله طلعتي على عمل الكلب. أنا بصراحة مستغرب من هذا الشخص، المفروض إنه ما يصنفونه من هالبشر. كيف يعتدي على حيوان لطيف ضعيف ويعامله بهالقساوة؟ هذول قلوبهم ضعيفة، المفروض إنه نرحمهم مثل عيالنا ونتعامل معهم بلطف. ما ينفع إن نكون يعني قاسين. يلا يلا أبغى آيس كريم. أنا كم مرة قايل لك إذا شفتني أصور سناب ولا أصور مقطع ما تتقل عليه؟ كم مرة قايل لك أنا؟ كم مرة قايل لك؟ يلا انقلع انقلع. وحنا كمجتمع واحد المفروض نكون هادين، ما نكون قاسين على الناس. يا جماعة يعني هذول حيوانات لازم تحافظون عليهم، لازم تهتمون فيهم، ما ينفع كذا. وهذا اللي كنا نخشاه، ما دام الموضوع وصل للإعلام الأجنبي، من اللي بحاسب المعتوب على هالتصرفات المشينة اللي قاعد تسويها؟ ومن اللي راح يدفع الثمن؟ اللي راح يدفع الثمن التجارة، التجارة الأوروبية اللي احنا راح نفسر التعاون معهم، وأيضا البورصة. لكن قلنا لكم قلنا لكم يا أخي يطلعونا لو مرة واحدة. الشيء اللي نقول لكم عليه يهم الوطن، يهم مصلحة المجتمع. إذا تماديتوا مع هالأشكال وما عوقبوا، راح يطلع لنا 1000 واحد زيه. والله يا أخوي ما أدري وش أسوي، الولد مساكين وحالته صعبة، بس ما بقى حد إلا وهاجمه. حتى أنا ما خلاني في حالي، حتى قطوتي. وحتى أنا في نص الجيم يسحب مني اليد ويهوشني. الله يهديه. بس صدقيني يا أختي، اللي فيه هذا من الفراغ، هو لازم يتوظف، لازم يتوظف، لازم يشغل نفسه بأي شيء. على يدك يا أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هلا خالي. هلا شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. اسمعني يا عامر، وأنا خالك أباك تمرني بشرك بكرة إن شاء الله، لأنه عندي وظيفة وأنا محتاجك فيها أحسن من الفراغ اللي أنت جالس فيه وأذيت الناس وضيقت صدر أمك وأبوك، حتى الكلاب ما خليتها. الحين لك سنة ما وظفتني، وعلشان الكلب توظفني؟ والله كفو. هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين خالي؟ أنا عامر. داخل عنده اجتماع، ممكن تنتظره؟ سلامات، ترى خالي. معلش، حتى لو أنه خالك تفضل استريح لو سمحت. أبشري الحين استريح. لو سمحت يا الأخ، وين رايح؟ تعال. اوه تحدوك، جاي بوتاتشينو مدرب باريس. والله ما انت بسالي يا خال. السلام عليكم مدير. ليش ما تلعب ميسي؟ دايما مبابي مبابي مبابي، عط فرصة لميسي يا اخي. ترى افت انجليزي اذا تبي تتاجني بشيء ولاش. I am sorry, this is my nephew. Is this the guy who tortured the dog? You're right, it definitely is. This contract is cancelled. Why? We can't do business with somebody associated with him. He's crazy. ما عليك صوت، حتى ذا crazy. Excuse me? I'm crazy? ما شاء الله طلعت طويل، بس بالملعب قصير. وراك سألت، ترى ما أعرف معناها. خلاص أنا crazy. Let's go. وش بكم؟ سلامات، وش فيه؟ ها؟
وين رايحين؟ احنا ابو درب نفسك مهبول انت خبل. اتدري انك خربت علي صفقه؟ يلا تقلع تقلع تقلع. والوظيفه اللي قلت لي عنها؟ ما عندي لك وظيفه ولا عاد تجي للشركه هنا حش رجولك حش. يلا تقلع. ايش دعوه يا خال؟ يفرقنا بوتشيني وباريس سان جيرمان. ابن الحلال تقلع يا ابن الحلال. قوم عليك لا تتعدن على شيء. انقلع. ابطلع بس تكفى يا خال، المره الجايه جيب زيدان تراني احبه. يا ابن الحلال تقلع لا قوم عليك الحين. ابشر ابشر ابشر. ليتس جو. تكفى يرحم امك، موضوعي واقف عندك وانت الوحيد اللي ممكن تطلعني من المشكله. خلنا اصورك بالجوال وقول لهم اني انا بريء. تكفى تكفى تهز الرجاجيل. عاد شلون الكلاب؟ الله 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 الله. تقول لي في الصناعيه والقاك مجلس مع هذا الاهبل؟ قلت يا بقعد شويه وبعد اروح البيت. انا قلت لك قبل ذا المره اصحك تجلس مع ابو كلاب ولا حسيت رجلك حش؟ وانت والله لعلم بوك. لا 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 تقول لي ابويا، انا بطلت استراحه وبطلت عامل قدام من بيت. اقطعها يا عامر. قدام من بيت. الحين العالم وش فيها قلبت علي؟ انا وش سويت؟ الفتاة التي صورت حادثة تعذيب الكلب، الأخت مي التي لا يا عيال مو بهذه، ما جارتنا المجتمع معها. حياك الله أخت مي معنا على الهواء، ويا ليت تقولي لنا إيش اللي حصل بالضبط. مثل ما شفتوا بالمقطع كنت جالسة بالسيارة قدام استراحتنا، وبالصدفة طلع هذا الكلب المسكين من استراحتهم، وكان هذا المتوحش مفسخ نعاله ويجري وراه. نصابة قسم بالله ما ضربته. تبي الشهرة ذي؟ كان شوي أنا والريس يا نصابة، أنا والريس. افتحي الباب يا نصابة، افتحي أنا والريس. والله لو وقفت عند حدك والله ما خليكي. شفتوه شفتوه جاي تهجم علينا بعد. لا لا هذا مو طبيعي. لا تصورين لا تصورين. لا 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 يا اخوان كما تشاهدون هذا لا ينبغي. يبدو ان هذا لا تصورين لا تصورين عقليا، ونحن يهمنا في المقام الاول سلامة الاخت مي، فنرجو ممن يكون قريبا من الحدث ان يذهب لمساعدة. الهبول ذا يبي يجيب العيد بعمره، قوم جيبه. يلا يلا الله يستر. ما اسمح لك تصورين. اقول لك تصورين يا عامر. تصورين معليش اختي، امسحيها بوجهي، خوي عنده ظروف نفسية من الموقف اللي صار له. شفتوا حتى خويي اعترف عليه، قالت لكم هذا مريض نفسيا ولازم يتعالج. سلامات وش اللي مريض نفسيا؟ وخر انت، بعدين ليش تعزز لها؟ معلش اعترف لهم عادين عندك ظروف نفسية من حلال. انا عندي ظروف نفسية؟ من زينك من زين وجهك. شفتوا حتى هو خويي قلب علي وعندي ظروف نفسية، مريض نفسيا هذا. انا مريض نفسيا؟ مريض نفسيا حالك. قسم بالله كل الله مريض خويك انا وريك مريض نفسيا. كل الله يا ابن الحلال عنده مشاكل نفسية هذا الانسان مريض. تدري عادي يا عامر، في بداية الأمر أول ما بدأ الحدث أنا قمت أناظر الموضوع من جميع الجوانب، وصلت النتيجة أني رحمت الكلب أكثر منك. واضح ما يحتاج تقول. بس رجعت لإنسانيتي وقلت يا أخي الولد هذا ما سوى الفعل هذا إلا يبدو أنه عنده 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 مشكلة، لازم أحد يوقف معه، ما هي بمعقولة كل الناس تنمر عليه. فاليوم أنا راح أحط يدي في يدك وبوقف معك، وراح هذه اللي اسمها مي راح تاخذ عقوبتها. لحست مخي، انت الحين معي ولا ضدي؟ اقول لك معك يا عامر، اقول لك رجعت لسانيتي، يعني بوقف معك. مي هذه نقدر نسجنها وعليها ادانه. وشلون؟ انا اقول لك وشلون. تدري مي هذه ان احنا مسكنا عليها قرينه، القرينه هذه انها جت صورتك بدون علمك ونشرتها، وهذا يعتبر من الجرائم الإلكترونية، يعني لازم تعاقب عليه. وعقوبته وشو؟ السجن والغرامة، يعني بتاخذ فلوس وراح تتعاقب. صدقني يا عامر كأني أشوف الموقف قدامي، أبى أخليك تشوفها وهي أول ما تشوفه تقول لك هاو هاو عامر، يعني بتقلب كلب. إيش كلب يا عامر؟ هاو هاو حقتنا. حقتنا. ايه تصير مصدومة. بس مالك شغل، العقوبة
سجن وغرامة. سجن وغرامة؟ إيه؟ مي؟ مي؟ لا 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 سلامات، صح إنها حقيرة وتستاهل، بس مستحيل أنهي مستقبلها. شايف يا حبويلك؟ السالب كالعادي أنا ألقاه بالشارع. أنت تجي منه مع اللوفة على هونك بالموتر، انزل لما السالب معك أكله. أهم شيء عندي، أنا بصير باث اللايف بالتيك توك. لا تناظر الكاميرا، ما أبي أحد يحس إنك تمثل، أبيه طبيعي. طيب أبشر أبشر. وبعدين وش أسوي؟ تنزل لما السالب وتمسح على راسه وتعطيه أكل. لا يا شيخ، ورا ما أحب راسه بعد. يا ليت. تخسى أنت هو. الزبدة. أنا ببث من حساب واحد من أخوياي المشاهير، يعني المقطع إيش بيصير به؟ يبي يضرب. قسم بالله إن فكرتك البطلة. يا أخي خلنا أحسن سمعتي. كفو والله يا صالح. بلش يا شباب اديكم قصه السياره بلا مويه. قول قول. دخل يوم انا وزكريا طالعين طريق المدينه، تخيل ايش حصل. ايش؟ السياره ما فيها ولا قطره مويه، موية اللديتر خلصت علينا. أشرف تندى معاكم؟ إيوه كان معانا في الخط ماشيين سوا. الميم انقطعنا، ما في موية، فين موية؟ ما في موية، ندور موية، ما في موية. افتكرنا عندنا طبق بيت في الشنطة، بيت بلدي يحب قلبك. الميم والله ونشيل طبق البيت نحطه في الشكمان بدل إيه؟ بدل الموية. مشينا شويتين، تخيل الشكمان إيش يطلع؟ إيش؟ شكشوكة. السلام عليكم. سلام نظر. واحد صفر. فقي وخر وخر. ايش جاكم انتم؟ هلا والله بالمنقبين. سلامات، مصدقين انه في كورونا؟ حبيبي انت ما تشوف الاخبار؟ اشاعات يا حبيبي، هذه لعبه كبيره اكبر منكم. وليش يلعبون علينا؟ عشان يتخلصون منكم من اشكالك، يقنعونك بالتطعيمه هم من الطزها، وبعد سنتين تموت انت وياه وما يبقى بالعالم الا الاذكياء مثلي. ابوك الخوف البطل. يا ولادي فكري، خلني الحق على موعد الجرعه الثانيه. اصبر اصبر يبا، الحين بثبت لك ان اللقاح حقهم في مغناطيس. شوف هذه ملعقه من حديد، نضعها هنا. ثبت ولا ما ثبت؟ الحمد لله على نعمة الأقل. طب دقيقة، الحين وش الفائدة إذا خذينا اللقاح وعامر ما خذه؟ مشينا مشينا. يا يبا يا يبا، كيف تضحي بالعائلة كلها وتسمح لهم يعبثون بالحمض النووي حقنا؟ وانت تعرف وش معنات الحمض النووي؟ الصدق لا، بس أنا متأكد إنهم بيلعبون فيه. بعدين تدري يا يبا أن اللقاح هذا ما أخذ حقه بالاختبارات؟ والله لو مو بآمن يا حكوماتنا ما دخلها للبلد. أنا علمتكم وأنتم كيفكم، ترى بتموتون بعد سنتين في جماد الآخر يوم 6 الساعة 6. أنا قريها بتويتر. طب الحين لو كل العالم ماتوا تقعد لحالك شو بتسوي؟ أجلس لحالي وفلها وأخذ أغراض العالم كلها وجوالاتهم وسياراتهم واستانس. مشينا مشينا. وخر وخر وخر. كيفكم؟ أنا علمتك يبا. مين؟ ستندمون. اذهبوا الى لقاح الموت. اي مين قال سينما؟ سينما وقت كورونا. لا تخاف يا ابن الحلال، ما يدخلها الا المحصنين. يا عيال الموضوع يدق. لا ترد، خله يدق لين ينهبل.
طيب يا حبايب، دام الموضوع فيه له سينما، انا قبل السينما بدي اضبط احلى برات شاهي. حط حبك معك ها. اوف اوف اوف، هم يعطيني مشغول ذا الورع. انا اوريك الشكش. طيب خلنا ندق على السبك كفته. المبوح اتصل، اقفل في وجهه. لا لا يا ابن الحلال، اسمع رد عليه وصرف اي تصريف، لان لو ما رديت عليه بيدقدق لين يصدنا ويفقع روسنا. هلا عامر. هلا كفته، شلونك؟ الحمد لله بخير. وينكم؟ ادق عليكم لي كم يوم ولا تردون ولا شيء. مشغولين مشغولين. مشغولين بوشو؟ انتم بالاستراحه؟ لا لا احنا منا في الاستراحه، انا في الجنوب وشكوش في جدة، عزوز في مكة، ياسم نعرف فيانو. على الشاهي عجب، نعنا على الشاهي عجب. يلا يلا عامر، أمي تناديني، هيا هيا مع السلامة. أجل مكفتة بصوت عزوز، أنا أوريك يا كفتة. المبوجة المبوجة، أسرج أدهس، أطلع 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 أطلع. كمنا تفضل 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 تفضل. توكلنا يا أبوي توكلنا. ما أنا بداخل بس بكلم العيال، انا اوريك انت وياه. يا ابني سرينك، روح اطعم زي الناس والبس كمامه وبعدين تعال. لا يا شيخ، شايفني زيكم ملعوب علي. ايه عمده لا تدخله، اجتهد المبوء هذا. من غير توكلنا ما في دخول نهائيا. انا داري بس النت فاصل ولا محمله ومطعم وكل شيء، عادي اوريك يا بكره. من غير توكلنا قلنا ما في دخول نهائيا. اجل توكلنا على الله. من جدكم؟ يعني أجلس الإجازة كلها لحالي؟ والله ما نقدر نمسك خط أكثر من 1000 كيلو سيارة واحدة مع واحد موبوء. يا وليدي الإجازة توها، يعني يمديك تاخذ التطعيم وتجي معنا، بعدين الإجازة هناك ما لها أي طعم بدونك. لقاح ما نبماخذ، خبل أنا خبل، عرض نفسي للتهلكة، ما نبخبل أنا يما. وخر عنها معامل، وخر عنها. بسم الله عليك، أنت مسخن؟ لا ما فيني شيء. أحب أبشرك مش كورونا. داري، أصلاً ما في شيء اسمه كورونا. طب اتفضل بس كده البس الكمامة. ألبس وشو؟ البس الكمامة، أنت في مستشفى ومش مطعم ودواء بقى ما فيش فيه هزار. دكتور وملعوب عليك بعد، الله يخلف بس. هلا بالعينين، هلا ولد عمي، هذا توه جاي من الرياض. انا جاي من الرياض، سمعت انه في كورونا قلت بجي اطمن عليه. اي كورونا يا حبيبي انت لا تصدق. ها شوفوني مخالطه جنبه، وين الكورونا يا عيال؟ ترى ذا ما يومه بشيء اسمه كورونا. ابدا ما امن بكورونا، وكح بالله كح فوق. هلا بالعيال. جلسنا جلسنا. يلا حيا الله من جانا. الله يحييك، عاد تدري انك عاجبني، لا لبست كمامة ولا سويت احترازات ولا صدقتهم. جايت كورونا أنا قبل. لحول حتى أنت ملعوب عليك يا حبيبي، ما في شيء اسمه كورونا. وش لو ما أبوه وأنا جايت قبل والحين أنا بكورونا؟ تراي أنا كنت مثلك ما أعترف بالاحترازات ذي. إنفلونزا، هذه إنفلونزا يسجلونها حالات كورونا. وش فيك أنت؟ لا تصير خبل مثلهم. ها قلت ذا. أكيد يا ابن الحلال. علشان هالعنوة غداك بذا. لا والله ما يمديها يا ولد العم، أنا جايك صد رد من الرياض، عندي اشغال، لكن شوف الوالد بحب راسه. ابشر الحين شوفك الدرب. ديري بنت ديري بنت يما يبا، ما قلت لكم انه ما هي بكورونا وكذبه؟ عامر روح الغرفه لا تطلع منها. وليش زابنا ورا الكنب؟ شفتك مصور سناب مع صالح وهو مصاب بكورونا، لا تقرب انت شكل خطر على العائله. ايه يعني الدعوه تحجير ها؟ لا تقرب. انا رئيس التحجير لعب. تحجير، انا علمت الكورونا.
انا اوريك يا مريض. المريض انت اللي يفكرون فيه كورونا. والله يا البليه العالم صدقه، لكن بكره يندمون ويعرفون اني انا الصح وهم الغلط. بعد اذنك. الحمد لله. بس يعني وشلون؟ ما اقدر اشوفه ولا حتى اكلمه. ما انت بشايفته، لا ما يعقل ويصير رجال ويطعم ويلبس كمامه بعد. مكرونة وسلطة وعصير تحركات. طوني ايش بوكك؟ ما في الا تكسير. كم كم؟ 2-4 تعادل. ان شاء الله النصر بياخذ الاسيوية الطر. رايحين المانيا وان شاء الله ما تاخذوها. رايحين الملعب ننبسط، وفي بعض الناس تفرج المباراة عن بعد. وبعض الناس بيموت من قهر. كلمني مقتنع. والله ما اشوفها لحالي، انا اوريكم. ها كم كم؟ اقول عندك تطبيق توكلنا. انت مفكر نفسك بسوق، ترى كافي. يا اخي انا عندي تعليمات، ما احد يدخل عندي الا بتوكلنا. طيب تكفى، بس شوف اقول لك ولا هجمه. ها بشر، خذيت الجرعة الثالثة ولا باقي؟ ايه خبرك عتيق، انا اموري كلها طيبة. خشيت باخذ لي موعد، لقيت موعد اليوم الثاني في غرناطة، خذيته والحين تب التب. انت وش صار عليك؟ والله الحمد لله انا خذيت الجرعة الثالثة، ولو في جرعة رابعة بعد ناخذها. ايه هذا مرض والله انه خبيث. اي والله الله يكون في العون. بس هلا خليفة مؤيد، من زمان عنكم. انحش يا ولد. سلامات، وراهم انحاشوا هذولي. مجرب انا. تعال يا ابو جرعه. وحدي وحالي زحمه سنين وذكريات، ساكت انادي لمن انادي لحياه. هلا والله خان، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ طيب، من زمان ما شفتك. تصدق اخر مره شفتك فيها يوم تجي تصلح جبس ببيتنا. يبغى جبس جديد ارسل بابا. لا 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 لا، انا شاطف من هنا وقلت ببر عليك اسلم عليك، اشتقت لك وفاضي ما عندي شيء. بس ليش انت ما في لبس كمامه؟ ها مصدق انه في كورونا يا اخي؟ انا بابا موت من كورونا، خالي موت من كورونا، نص قريه بالباكستان موت من كورونا، كيف انت قلت ما في كورونا؟ يا ابن الحلال كله نصب، لا يكون تطعمت بعد. انا شيل واحد هنا وواحد هنا، باقي ثالث بعد يومين. انت شيل الغتيم ولا لسه؟ لا انا ما في شيء، ولا انا بشايل. مهبول انت، مهبول شيل كله نفر، هذا موت بعد سنتين. يا اخي يلا روح برا، ما في تدفين، ما في دخل هنا. تطردني يا اخي، ما في دخل هنا مره ثانيه. يلا ايوه انا ضيفك. أيوة. يلا روح انا ضيفك. اصبر دقيقه. هي دقيقه نعالي، اصبر. وش ذا؟ قطعها. لو سمحت توكلنا. ما معي توكلنا. لازم توكل الله عليك. هلا شكش. هلا، ايش تبغى يا موفو؟ يا ابن الحلال ما ابي اشوفكم،
ايش تبغى؟ ابي زبيرية. اوكي بس دحين مشغول، بعد ساعتين ابشر. مو مشكلة بعد ساعتين، ابرسل لك موقع المحل واذا وصلت عنده كلمني فيديو، اوكي؟ ايش رايك في هذه؟ لا لا لا، هذه مو بزينة، ورني غيرها. لف لف الكام يمين. ايه هذه ممتازة. هذه ممتازة، جبها. يا محمد ابغى الزبيرية هذه. اخلص علينا يا بزر ارجم. موبو ما دامت كذا موبو. يا موبو خذ الزبيرية حقتك. الثانية خذ. سطحتها يا ورع، انا اوريك. الحين شلون اجيب هذه؟ وش ذا يا ولد؟ وش جاني انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا جهز نفسك، يا بيجي الاسعاف نبي ناخذك المستشفى. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، اباخذ مسكر وبطيب. انت جالس مع صالح، وصالح مصاب، وصالح الحين بالمستشفى، نبي نوديك غصب ولا طيب. يا يبا قلت لك ما هي بكورونا، شويه حراره باخذ مسكر وبطيب ان شاء الله. اسمع الكلام، لما نوديك يعني لما نوديك. استريحوا استريحوا تفضلوا. دكتور طمني، وشلون ولدي؟ ادعوا له يا جماعه، اتاخرتوا جدا، كان المفروض تجيبوه هنا اول ما كانت ظهرت عليه اعراض كورونا. بس هو ما كان معترف بكورونا اصلا. ممكن نشوفه يا دكتور ولا من بعيد؟ للاسف ممنوع. وبعدين يا جماعه انتوا ايه اللي جايبكم هنا؟ انتوا كبار في السن، الافضل ان انتوا تروحوا وتتصلوا تطمنوا عليه بالتليفون. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا رب تنجي ولدي، يا رب يا رب تنجي، يا الله. الله يشفيك يا عامر. يلا يا ديبالا يا وحش، حرام عليك يا شيخ. عامر شوف ذا المطعم جامد، تبي دجاج ولا لحم؟ اول شيء انت قليله ادب. ليه؟ داخل الملحق بالجزمه ما تستحين على وجهك. ثاني شيء ما ابي لا دجاج ولا لحم، ابي صدفين وجهك. هذا جزاي بعد. اقول انقلعي بس. خليك. يلا روحي. شو طقمس ذا البايخ؟ خذ وانا ابوك ارسل للرجال اللي يقول ليش ما عزمتوني. يابا هذاك فيديو ما هو ملصق، شوف ناظرته زي كذا. سليمان سليمان، تبغى دجاج ولا لحم؟ نعم 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 نعم. والغدا اللي طبخته من اللي بياكله ان شاء الله؟ كل يوم رز رز رز. بلا دلع بنات، الغي الطلب الحين، ما في مطعم. يا ابوي ايش الاسم الطويل ده اللي ما نعرف اقراه؟ بعدين ايش التشكيله دي؟ شكله لحيم. بدأنا بالتصريفات يا فاشل.
اسمعوا اسمعوا زين. الله يها الله يعطيكم ألف عافية يا شباب، ضيفوا الداعمين ما قصروا معانا، استهلون. وفي طلب واحد يبغى أغنية مريت وسط السوق حقت نانسي، لا لا أمزح أمزح، أغنية أنا أحبك أنا أعزك حقت رابح صقر. يلا استهلون استهلون. سجلوا البث ها عشان تسمعونها بعدين. الله. أنا أحبك أنا أعزك أنا باقي على ذكراك، وإذا الله ما كتب تتحقق أحلامك ولا أحلامي. الله يا سلام، شيروا البث شيروه. ودخلني يا اخي اهجد انت، البث انقطع. افا قم قم معي. يعني على اساسه منقطع النت بتفوز عليه؟ يا فقي اهدالك وربي يفصل عليك. من اللي لعب بالمودم؟ سلامات، من اللي لعب بالمودم؟ ايش فيك انت؟ ما حد لعب فيه، انت لعب فيه؟ لا والله مو انا، قسم بالله. بس يا خلونا نسمع الخبر العاجل. خبر عاجل وردنا من مصادر موثوقة، انقطاع خدمة الانترنت في جميع انحاء العالم لمدة غير معلومة. اوف 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 اوف. وعلى ذلك تم تعطيل جميع مواقع التواصل الاجتماعي وسوق الاسهم والعملات الرقمية. جربي جربي. يعني ما أدري، حبكت ينقطع النت يوم أننا بنسوي متجر أركتروني. سبحان الله، حظي وعرفة، أنا ما عمري سويت مشروع ونجح. طيب الحلو شو أسوي بهالبضاعة؟ وأنا أبيعها وأنا أصرفها؟ حرج عليها قدام الاستراحة. والله إنها فكرة. قرب يا ولد قرب، على خمسة على عشرة، سريع مكياج عطورات. إيه هد هد يا أبو الشباب، يعني ترى ميك اب ما هو بجح. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. حاسب يا صديق. دو ريال. 2 ريال ابشر. شبكة ما في. اجل امسك. صرف 500 ما في. طيب اسمع، كلها ريالين، عادي اجيبها لك بكرة. ما في قرقر واجد، روح جيب صرف. اوكي لا تنفخ. اوف 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 اوف. رجعت زحمة الصرافات. سيديار، اونو، كيرم، دومينو، روت، سيديار. عادي تصرف لي. بالشرط واحد، تشتري مني ب50 وفوق. ابشر بعزك، اوكي. ايش الفكك ده يا ابويا؟ التشكيلات كلها قديمة. اللعب اوف لاين، ابو كل. قوم يا عاد. قلهم يا طير ارحموا اهل المجر، ارحموا عاشق حياته في خطر، ومن بغى لحمه وباقي له العبار. يا بزر صجيتنا، ازعجتني، خلاص يكفي. سلموا لي على اللي سمن حالي، وفراقه حسبي الله على اللي حال بيني وبينه. يا بزر كبيت الشاهي. اسمعني اسمعني، شوف اقول لك شيء واحد، اجي ترقص راح ارقص هناك زين، ان رقصت عندي دفنتك في الارض. اقرب وجهك هناك يلا. من قال كيرم يا عيال؟ انا. وش جوك انت والكيرم؟ ترى ما انقطع النت، مو محجورين. ما هو بشغلك، العيال بيلعبون، ضف وجهك انت. يلا عيال جيبوا المراكي بسرعه، ارفع. ايه حطه تحت. خف. تعال كفته تعال. انا وشكوش وانت وصالح. وخل ذا السبك يقعد الحاله. ايش؟ نعوضها بايش يعني؟ نعرضها نعرضها. متى؟ اصبري خلاص خلص فكرتي. علي صوتك ترى مو بسامعين.
سلامات سلامات. يهو قصروا صوتكم شوي، ترى احنا في مقهى منا بوسعة شوي ذوق. انا اللي قاف يا ابو سعد وينزل من على الكرسي. كم مره اقول لك على اللقافه ولا تسوي فيها دور المديره، فشلتينا. خليها من اليوم ماسك معها تحريج، يعني جتها الفرصه. وانا صادقه والله، معليش يعني احنا في كافي يعني المفروض شوي هدوء وروقان. يعني هدوء وروقان هذا لما كان الناس مشغوله بجوالاتها، الحين ما في نت، تحمل شوي الازعاج. من جد اصلا من لما انقطع النت الناس ما عندها الا البربره. ستوب 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 ستوب. اسم خالد. حيوان خيل. جماد جماد جماد. خيار. ايش فيك ذكي انا؟ الخيار نبات مو بجماد. لا هو نفس الجماد لانه ما يتحرك. لا يا شيخه ما تحتسب ما تحتسب. امي تقول انزل اسوي قهوه، ابوي بيجي ضيوف. طب اسمع اسمع اسمع، قل لي جماد بحرف الخاء. خشب. اخسي الذكاء طالع على اختك. بسم الله عليك. شيل شيل النقطه. خمسة. الحقيقه يا ابو عامر انا جاي لك اليوم في موضوع بك. تعرف الاسهم وقفت والسوق وقف والبنوك تعطلت والنت تعطل في كل مكان. والمطلوب؟ المطلوب فزعتك. عندي عمال وعندي شركات واقفه وعندي مشاريع واقفه، ابي لي شويه سيوله. تبيك سيوله؟ السيوله والله مخك الفاضي. ولا انا قايل لك مالكم ولا الاسهم؟ انت قاعد تشتغل تبيع وتشتري بالعقار وجيبك مليان. الا تصير مع المساهمين ايش رب احوالك الحين؟ الوقت هذا مو وقت منن، انا الان مشاريعي واقفه والدنيا كلها عندي واطله. ما حد يعرف انه اصلا النت هيتعطل في العالم كله. هذه 500 ريال من عندي ومن يسرك العشرك. تفضل. من يسرك العشرك 500 ريال يا ابو عامر؟ جزاك الله خير. في امان الله. يا المشاريع قال ويبي يتشر ويصير مع التجار. هذا نرجع للاستراحه، ايش تفكي يعني؟ حبيبتي مو انت قلتي تبين حلا؟ كلي وروقينا. والله اللي اختار على درايف ثرو خطير. طيب الفكره باختصار يا بنات، بنوزع البضائع في بوكسات ونوصلها للزبون مباشره، يعني عملية البيع تكون في مقر الزبون نفسه، وبكذا إيش؟ بنوفر مصاريف إيجار المحل ومصاريف الموزعين، يعني ما يبغى لها شيء، شوية جهد وصبر والربح بإذن الله مضمون. يعني بياعة؟ بالضبط. ويوم إنها بياعة طال عمرها وشولة بوكسات وخرابيط بقشة وقضينا. السؤال الأهم، من وين بنجيب بياعات؟ ما يحتاج نجيب بياعة، حنا خمسة في وجه العدو، واحدة فينا تتبرع وتبيع. نعم نعم حبيبتي. تبيني انا اطق باب الناس واقول لهم اشتروا مني؟ سلامات. رولا معاها حق، اجل تبينا نجيب بياعه كذا زياده مصاريف ويمكن تنصب علينا. بيان في حل ثاني؟ بصراحه فيه، بس ابي ثنتين يتطوعون للمهمه. نسويها الحين بعدين اعلمك. بعدني ما افتتح العروضه راح على خريص الزحمات. هذا اول زبون. والله من تبسه علي الذيبه. أقول وجع بعد وجع أنت الثاني، ترى جايين نبيع إحنا من جايين نطر أنت وراسك. الله يصلحك يا وليدي، أمك فيه؟ إيه أمي فيه. من أقول لها؟ قل لها سيدات أعمالي بونس. قايلت لك من أول وشو هذا التهلق أنت الثانية بعد؟ أقسم بالله فضحتيني، وش فهمك بالتسويق؟ ما تسكنك بعد. قصري صوتك. يلا تخلي أمشي. تجي؟ هو؟ Thank you.
حلو، كم سعر هذا؟ هذا يا بنيتي ب25، بس عشانس حبتين ب40. وهذه الجلابية في منها مقاسات؟ تبينها لس ولا البنت الله يخليها لس؟ لنا حنا الثنتين. أبدا بتامرون أنت وهي، بس شوفوا شو ناسبكم. أوه ما شاء الله، وش للأولاد؟ لا ما عندنا شيء للعيال، ضف وجهك. خير إن شاء الله. للعيال خيتي، قصدها بضاعتنا نسائية، ما في شيء للعيال. اي أشوى هذه بس بخمسة ريال ولس بثلاثة ريال. وينزل عليه هاك الباكستاني الجريم، رجال ضخم الله معطيه عافية، أكبر من البال، وأنا ناصير أحلم ما عندي أبو، وناظر بيده ولا معه هاك العجلة طوله مترين، وأنا تحاشاو وأبعد عنه وناظر ولا أبوه هاك العيالين يلعبون بالبراحة، ولا تيجي تاقه هاك لك سنت. قلت يا صديق نصيته ما عندي أبو أنا، قلت يا صديق، قلت هذاك اللي مخشم موترك، هما التفت هو وأنا هج. خلصت القصة؟ إيه هجيت والله قهر. لا لا كمل، بالله عليك كمل. هي لا تكذب علينا، حط شوية ملح شوية بهارات عشان تمشي علينا. ايه سلامات، لا تكذب ولد عمي. بعدين تعال انت، السالفة دي جديدة ما قد قلتها لي. ايه عندي سوالف واجد بس ما فضيت اقول لكم. ايه زي ما انتم عارفين رجل الاعمال ما كان عنده وقت. يا رجال كذاب، اول حياته كلها في التيك توك والسناب، ما عمرك صرفت معنا هالكثر. يا جماعة انا عندي لكم سالفة. يا عيال ما جعتوا. وسالفتي واضح انها خايسه قبل ما تقولها. من قال عشاء يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك، بس من الحين اقول لك ماني متحرك. وشلون لازم منه واحد يروح يجيبهن؟ ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه في ثابت. حلو، امشي لاخر الشارع ثم تدور، تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع، اوكي؟ خش مع يمين يجيك مسجد بيج، مسجد بيج ايه، ثم الخش يمين، اوكي؟ يا ابن الحلال انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيت، مسجد بيت. اسمع داور داور الله يهديك داور، بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع، بيجيك خوي هناك. يا خوي وين انت؟ لي نص ساعه راح تركب ذاك. ما علي من طلبات الناس يا خوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاود. يا عم انا عند المسجد، انت فين يا عم؟ يا خوي انا عند المسجد ما اشوفك، ونوبه انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول. يا خي ما خبر عند المسجد مطب. يا ليل ام النرفزه، انا ما يجوع انت مطب ورصيف، شو بني حل؟ ورا ما تهاجمت الثاني ما انا قصك. انا لو سمحت يا اخويا اديني وصف واضح، لاني ورايا طلبات تانية وتاخرت عليهم. اوهو تدري، ارجع للمطعم، نبي نيجي ناخذ الطلب من هناك. هذا احسن شيء سويته، انا ادق العيال يجون على المطعم. قال التوصيل سريع، اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه، وراك واقف على روسنا كنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الاوراق. مستحيل، شو مالك انت؟ هذه رقمه واتساب. في ورا رجع. ياس رجع النت، النت يا الله الله. يا النت اللي ما ادري ادعي لسلامته ولا اقول الله لا يرده. يا من شراله من حلاله عله.